كل التوفيق برابع ان شاء الله، وان شاء الله تلبسوا اولادنا السنه الجاي. بس حابه اقول لكم هذا احتفال نهايه العام هو تجميع لجهود الاولاد بميوزك اند دراما كلاسز. اي هوب يو انجوي ات وبنحب نشجعهم وكل سنه وانتم. اليوم موضوعنا اكثر موسيقي، ركزنا بهذا الفصل على مفهوم التايم سيجنتشر اللي هو دليل الزمن بالميوزك. دليل الزمن ركزنا على نوعين منه اللي هو 3 over 4 وال 4 over 4. 3 over 4 من اسمه بتعنا ثلاث ضربات اساسيه بكل مزوره، وهو ميزان ثلاثي بيجي بالعاده راقص، بالعاده بيستخدموه بالاغاني الراقصه. من الايقاعات عليه هو ايقاع الباس مشهور كثير. فزي ما انتم شايفين ممكن عندنا ثلاث ضربات اساسيه هن الكورتر نوتس هذول، وراح تشوفوا لبعدين. هلا على كل غنية راح نشرح شو المفهوم المقصود منها. اول غنية راح تكون عندنا على الميزان الثلاثي، راح يعزف الاولاد كمان معها. اتمنى تعجبكم. Thank you.
بعديها عنا عن التريبل كليف مثل حد مستح. تمام، التريبل كليف هو من عنا مفتاحين بالميوزك أساسيين اللي هو مفتاح تريبل كليف وبيس كليف. تريبل كليف هو بمثل النوتات العالية بالميوزك، والبيس كليف بمثل النوت المنخفضة. فتريبل كليف كمان بالبيانو يستخدموه بالرايت هاند بالقراءة، هو كمان بيساعدنا انه احنا نعرف اماكن النوتس، على نعرف اسماء النوتس كمان على المدرج بتيجي من خلاله، يعني بيعطي دلالات اسماء النوتات من خلال انه احنا بنقارنهم بالسطر الثاني منه. فبتمنى تعجبكم اغنية التريبل كليف. بعديها بتدل على الهاي نوتس واللو نوتس. الهاي نوتس هي النوتات العالية بالميوزك، واللو نوتس هي اللي بتيجي بيسي أكثر وواطية، ف يعني قصيرة بس يعني للمفهوم احنا علمناهم اياها. هاي نوتس واللو نوتس. ثانك يو. واخر اغنيه راح تكون عندنا عن الاكسنت. الاكسنت هي برضه مرتبطه بالكيزميتشر، هي اذا بتيجي على النوت هي احنا فاحنا بنعزفها بصوت اعلى، فاذا كانت ميزان ثلاثي فاحنا بنكون بنميز الضربه الاولى اللي هي 1 2 3 1 2 3، فبنميز ال1 بده يكون صوتها عالي فبنعرف من خلالها انه هذا ميزان ثلاثي، والميزان الرباعي بنميز الضربه الاولى والثالثه فبكون 1 2 3 4 1 2 3 4. فالاكسنت هون برضه في عنا اغنيه عليها اللي هي بنميز فيها النوتات من انه نعطيها احنا اكسترا بالعزف، نعطيها بوش اكثر. فان شاء الله تعجبكم، هي الاغنيه الاخيره راح تكون معنا. Thank you.
Thank you so much for your support always. أبدعت. Thank you so much. برافو عليك كثير. Very proud of you. تفضلوا نقعد على الكراسي عشان نستقبل زملائنا. If you live here, no one goes outside after 6 p.m. No playing. No arguing. No loud noises. No fun. And the most important rule of all, no sharing. Thank you. You know what that means? It's 6 p.m. To your houses, it's time for bed. Good night. We've been walking for days and days. My feet hurt. And we've run out of food. Here's the village. I hope that they have some food and bed to share with us. It's no use. Rule number one, no sharing. I bet they run us out of the village. We can still try asking. Okay, you two ask them. Greetings, villagers. I know that you don't have food for three strangers. To lend us so we can make stone soup? Stone soup? I've never heard of stone soup before and I know everything. What's stone soup? If you lend us a book, we will share a special recipe from our parents with them. It's our king's favorite soup! Oh, yes! It's delicious! You are in violation of rule number 3, no yelling. This entire meeting is in violation of rule number 1 and I shall not allow it. It is after 6 p.m. To your beds. Bravo. I can take the delicious stone soup. All you need is the perfect stone. Look. I found it. Smell the flavor. Oh, my mouth is watering. I can't really use it for 7 p.m. snack. Thank you for your kindness. Thank you for your kindness. This chocolate smells so good. Do you know that one time I had some stone soup with cups and onions? Can you imagine that? No! Yes, it was the best one soup I ever tasted. I still do wish I had some carrots and onions to treat these kind of villagers. Well, I have a few extra carrots and onions in the store. They were about to go back anyway.
Mom, I have one or two extra potatoes. So they made some new. So they made as well in go into the stew. I have some pieces. Is it ready yet? It's ready. It's so delicious. I've got the bowls. I even have bowls for you soon. It's ready. It's so delicious. It's good for a king. It's good for a governor. Thank you, kind travelers, for showing us how to make such a delicious recipe. As governor, I now proclaim stone soup as our village specialty. Hooray! We will gladly share this recipe with anyone who comes to our village. Isn't it amazing what you can do with just a few stones? And a few ingredients from your friends. You see, a little sharing goes a long way. So the villagers of Glen have learned that sharing is truly caring. And that helping others is one of the most important things. Bravo. They wish and make some new rules for their village. Rule number one, welcome guests to your home any time of the day. Rule number two, have fun. Rule number three, loud noises are accepted when they are laughing and throwing stones, a delicious stone soup. And most importantly, share something with others every single day. We hope that you will come back again soon to our village, and maybe next time we'll make you some stone soup. Of course we will. Bravo, Dama students. Abdatu, we're very, very, very proud of you. Beautiful. Welcome. Dear Tripto, thank you so much. Thank you, Miss Lana. Thank you so much. No sharing! Well, you know what that means. It's 6 p.m. Everyone, to your houses. It's time for bed. Good night. Greetings, villagers.
Stone soup? I never heard of stone soup before, and I know everything. What's stone soup? If you learn this report, if you learn this report, we share this. We share this speech from our kingdom. It's our king's favorite soup. Oh yes. It's delicious. I want some soup. Stop. You are in violation of rule number 3. No yelling. This entire meeting is in violation of rule number 1, and I will not allow it. It's after 6 p.m. To your beds! I can tell that this is so sweet now. All you need is a perfect stone. Look, I found it. Smell the flavors. This would make the finest soup yet. Something is missing. Maybe salt and pepper. Here, I can spare it. Tomorrow, I need faster. So, missing a little salt and pepper isn't much of a big deal. Here, you can. Borrow my cooking, but only I get the first hope. Huzzah! You will not be disappointed. Something is missing. Maybe salt and pepper. Here, I can spare a little. So, tomorrow I make fast taste. So, missing a little salt and pepper. Isn't much of a big deal. Thank you so much for your kindness. This is starting to smell so good. Did you know that one time I had stone soup with carrots and onions? Can you imagine that? No! Yes, I sure do. I had some carrots and onions to chew. Well, I have a few extra carrots and onions in this so they were about to go back in. Travelers for showing us how to make such a delicious recipe. As governor, I now proclaim stone soup as our village specialty. Hooray! I will gladly share this recipe with everyone who comes to our village. Isn't it also what you can
do with just a few stones. And a few extra ingredients from a few friends. You see, a little sharing goes a long way. And it sure is a good until very last point. It's on time. So the villagers of Glade learned that sharing truly is caring. And that helping others is one of the most important things. There's a playing change the rules and made some new rules for the village. Rule number one, always welcome friends to your house any time of the day. Rule number two, have fun. Rule number three, loud noises are acceptable if they are laughing and slurping of delicious stone soup. And the most importantly, share something with others every single day. We hope that you will come back to our village again soon, and maybe next time we'll make you some stone soup. Thank you. اليوم موضوعنا موسيقي اكثر راح نحكي على الاشياء اللي تعلمناها خلال الفصل ركزنا اكثر على موضوع التايم سيجنتشرز التايم سيجنتشر بالموسيقى اللي هو دليل الزمن في عندنا نوعين من دليل الزمن من الموازين في عندنا ميزان ثلاثي اللي هو 3 over 4 ترجمه ايوه 3 over 4 في عندنا 4 over 4 بالثري أوفر فور بكون عندنا ثلاث ضربات أساسية بالزمن بتكرروا وبالفور أوفر فور بكون عندنا أربع ضربات أساسية ثري فور بكون بالعادة إيقاع راتس نحكي له مثلاً فالز في إيقاعات ريدلز كثيرة عليه فراح نغني عليهم تو سونجز بعدين راح نكمل شرح الأغاني الثانية بتمنى تنبسطوا معنا Bye.
راح تكون عن الترافل كليف ممكن تأدمستر الترافل كليف هو بالميوزك في عنا تو كليفز أساسيين اللي هو الترافل كليف والبيس كليف اللي بيمثلوا النوتات كمان العالية والبيسي البيس كليف بيكون فيه نوتات بيس أكثر والترافل كليف بيكون فيه نوتات عالية هو كمان من وظيفته بالميوزك كمان بيساعدنا نعرف أسماء النوت وبدلنا على أماكن النوت بتمنى تنبسطوا فيها الهاي واللو نوت اخذنا عنهم برضو عندنا هون هاي نوت لو نوت تطلع قدام تمام اخذنا عن الهاي واللو نوت وراح تشوفوا كيف الستكس كمان بيمثلوا عنهم هي قصيره بس برضو من الاغاني الحلوه الموجوده يعني واخر اغنيه هي عن الاكسنت الاكسنت هي هاي الاشاره الموجوده فوق النوتات بنشوفها هي بتساعدنا كمان نميز الميزان الثلاثي والرباعي سواء الثلاثي بتكون الضربه الاولى بالعاده المميزه نقدر نحذرهم من خلال تكرار 1 من كل عاليه 1 2 3 1 2 3 فبتكون ال 1 عليها نوع من الضغط الزياده بالاداء فنفس الشيء هلا هون راح نشوف اغنيه الاكسنت راح تشوفوا كيف الاولاد كمان على كل كلمه اكسنت بحاولوا يبرزوا لنا اياها أتمنى تعجبكم جاهزين؟ مرحبا كيف حالكم يعطيكم العافية اليوم موضوعنا موسيقي أكثر تعلمنا خلال هذا الفصل مجموعة من الأغاني اللي بتخص الرموز الموسيقية اللي هي Music Symbols ركزنا أكثر إشي على الموازين Time Signatures في الموسيقى
في عنا تعرفت على نوعين أساسيين. أول واحد اللي هو الميزان الثلاثي، بالعادة بيكون راقص وبستخدمه بالفالس بالأغاني اللي فيها رقص بالتانجو والمرار. وفي عنا كمان الميزان الرباعي، برضه بتكون من 4 ضربات أساسية، ثلاثة بيكون عنا 3 ضربات أساسية من الكوارتر نوت. هاي بنلاقي في عنا 3 منها بالبار الواحد، وهي تبعت الإنت بار بتكمل البار. بالرباعي رح يكون في عنا 4 ضربات، رح يكون عنا على كل مصطلح عم نتعلمه في غنية، برضه بكلماتها الغنية عم تشرح المصطلح أكثر وأكثر. بتمنى تعجبكم، رح نبلش بأغنية الثري فور. كلمات مختلفة ولحن مختلف بطريقة تتابعية. بعد عندنا عن التربل كليف، ممكن تقدم خطوة. اوكي، التربل كليف
عندنا تو كليفز اساسيين بالموسيقى، الدرمل كليف والبيس كليف. البيعزف البيانو بكون هذا الايد اليمين وهذاك الايد الشمال. الايد اليمين بتعبر عن النوتات العاليه والشمال عن النوتس المنخفضه او البيسي اكثر. وكمان من الدرمل كليف كمان بيساعدنا انه احنا نقرا النوت، بيساعدنا انه احنا نندل على اسماء النوتات على المدرج الموسيقي اللي هو خمس اسطر. فراح كمان هلا راح نغني هون الدرمل كليف، بتمنى كمان تعجبكم. عم بيمثلوا هذا الاشي بالستيكس كمان. إذا هاي وجدت على النوتة فإحنا منميزها بالعزف، نعطيها ضغط أقوى، نعطيها فلس أكثر عشان تبين. برضو هي كمان بتساعدنا مربوطة بالتايم سيجنتشر، إنه إحنا من إذا كان الميزان ثلاثي فمنلاقي الون في عليه أكسنت، فبكون 1 2 3 1 2 3، فبنقدر نحس بالفلس تبع ال 3 4 أكثر. بالفور فور بالعادة بيكون على الضربة الأولى والثالثة، ف 1 2 3 4 فنفس الشيء. فهي هلا أغنية الأكسنت. جاهزين؟ Yeah.
No fun. And the most important rule of all is no sharing! Well, you know what that means? It's 6 p.m. Everyone, go to your houses. It's time for bed. Even have balls for the soldiers.
is for showing us how to make such a scrumptious recipe. As governor, I now proclaim stone soup as our village specialty. See, a little bit of sharing goes a long way. And a few extra ingredients for a few friends. Let me show you. It's fun. And it is good to the last drop. So the villagers of Glen learned their ways that sharing truly is caring. And the most important rule of all. And that helping others is one of the most important things. The villagers of Glen changed their ways and made some new rules for the village. Have fun. Rule number one. Have fun. Welcome friends to your home any time of the day. Loud noises are acceptable if they are laughing and slurping of a delicious stone soup. And the important rule is share something with others every single day. We will hope that you will come back to our village soon. And maybe next time we will make you some stone soup. Goodbye from our village! تعلمنا بهذا الفصل عن أكثر من سيمبل في الموسيقى بالرموز الموسيقية وعرفنا شو معناهم. ركزنا أكثر إشي على التايم سيجنتشر اللي هو دليل الزمن. في عنا نوعين من دليل الزمن في الميوزك، يعني في أنواع كثيرة بس ركزنا على نوعين اللي هو الميزان الثلاثي 3/4 والميزان الرباعي. طبعا الثلاثي من اسمه بكون عندنا ثلاث ضربات أساسية بتكرر وبفتر، والرباعي نفس الشيء يكون عندنا أربع ضربات. الكورتر نوت هذول إن الضربات اللي أنا بقصدهم الثلاثة موجودين، هي تبع البار، يكون عندنا 3 كوارتر نوتس بالبار. وكمان كلمات الأغنية نفسها هي تشرح كمان أكثر المصطلح. وبالعادة كمان نقدر نميزهم إنه الإيقاع الثلاثي بالعادة بيكون راقص أكثر، الرباعي أكثر بيكون يعني انفيرمشيب يعني. وبس هيك. Thank you.
اوكي. التربل كليب في الميوزك في عندنا تو كليبس اساسيين اللي هن التربل كليب والبيس كليب. بالعاده التربل كليب هو بتكون النوتس شوي عاليه فيه اعلى، والبيس كليب بتكون بيسي اكثر النوتس اللي فيه. كمان هو بيساعدنا بالميوزك احنا بنقدر نقرا نعرف اسماء النوتس من خلاله، انه احنا بنقدر نشوف النوتس على اي سطر جايين ونقارنهم بالتربل كليب الاسم الثاني جي كليب ونعرف اسماء النوتس. فهلا هاي الغنية راح تكون عن التربل كليب. كيف احنا ممكن نميز التايم سيجنتشر اذا كان ثلاثي او رباعي؟ يكون في بالعاده عندنا اكسنت على الضربه الاولى اذا كان ثلاثي 1 2 3 1 2 3، بعطيها باور اكثر بالعزف، وهي اشارتها بتكون زي هيك زي الاشارات الاكبر بالرياضيات. فهي اذا اجت على النوت فاحنا بنعزفها بشكل اقوى. الرباعي بتكون على الضربه الاولى والثالثه، فاحنا بنقدر نميز نشوف وين الضربات البارزه اكثر، فبنعرف انه هذا الميزان كمان رباعي. No playing, no yelling, no loud noises, no fun. And the
most important tool of all. No sharing! Well, you know what that means. It's 6 p.m. Everyone, to your houses, it's time for bed. Travelers for showing us how to make such a delicious soup.
As governor, I now proclaim stone soup as our village specialty. Hooray! We are glad to serve with whoever comes to our village. Isn't it amazing what you can do with just a few stones? And a few extra ingredients from a few friends. You see, a little sharing goes a long way. And it sure is good until the very last drop. So the villagers of Glen learned that sharing was truly caring. And that helping others is one of the most important things. The villagers of Glen changed their ways and made some new rules for their village. Rule number one, welcome friends to your houses any time of the day. Rule number two, have fun. Rule number three, loud noises are acceptable if it is laughing or slurping of the delicious stone soup. And the most important of all, share something with others every single day. We hope that you will come back to our village again soon, and maybe next time we'll make you some stone soup. مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم موضوعنا موسيقي أكثر. العرض تبعنا تعلمنا بهذا الفصل أكثر عن الرموز الموسيقية اللي بنشوفها بأشكال مختلفة. ركزنا أكثر أول إشي على الموازين بالموسيقى اللي هن التايم سيجنتشرز، لأن الميزان عندنا عرفنا على نوعين منهم، عندنا ميزان ثلاثي، في عندنا ميزان رباعي. ثلاثي من اسمه راح يكون في عندنا ثلاث كورتر نوتس بالبار، عندنا ثلاث ضربات أساسية. بالرباعي بكون عندي أربع ضربات. برضه كمان بالثلاثي بنقدر نميزه إنه شوي بكون الإيقاع فيه راقص أكثر، بيستخدموه بأغاني راقصة أكثر. الفور فور يعني بيستخدموه هيك وهيك، بس أكثر بالثلاثي. بتمنى تعجبكم. رح نبلش أغنية الـ 3-4 meter. Thank you.
متر هي برضو الميزان الرباعي كيلو تمسك متر 4 over 4 هون ضرب الرابعة بس تمام فهيك بنشوف ان 4 كورت نوتس ان ذا بار وهذا راح نشوف الغنية تبعتي النوتس اللي صوتها شوي عالي بتكون هاي نوتس بالاغلب والبيس كليف بتكون النوتس الواطيه اللي فيها بالاشمال بتكون صوتها تخين فالتربل كليف كمان التربل كليف بيساعد الدارسين او الطلاب انهم كمان يعرفوا اسماء النوتس الموجوده عليه انه يقدروا يقراوا شو النغمات ويقدروا يميزوها فهذا راح اغني اغنيه التربل كليف راح يميزون كمان بالستيكس راح يفرجونا كيف هاي نوت وكيف لو نوت
لليوم اللي هي عن الاكسنت. الاكسنت بالميوزك هي النبر معناها بالعربي، هو التغير المفاجئ بالصوت. اذا احنا بنعمل فلس على نوتي اقوى فاحنا بنكون نعمل عليها اكسنت بشكل فجائي. وشرط الاكسنت زي هيك زي الشرط الاكبر في الرياضيات، اذا اجت على نوتي فانا بدي اعزفها بشكل اقوى. كمان بنقدر نميزها، كمان بتساعدنا انه مربوطه مع التايم سيكشنز. احنا بنقدر نميز ال 3 اوفر 4 او الميزان الثلاثي، انه الضربه الاولى بتكون فيه مميزه، بتكون اعلى من الضربه الثانيه والثالثه، فبتكون يعني زي هذا 1 2 1 2. فنحن بنحس بالفور تبع ال 3. نفس الشيء بالفور بتكون على الضربه الاولى والرابعه، فالاولى والثالثه سوري، فبنقدر نحس انه اذا هو 4 4 بالسمع او 3 4 بالمراحل المتقدمه. Yes.
little. Tomorrow I make birthday. So missing a little salt and pepper isn't that much of a big deal. Thank you for your kindness. This is starting to smell so good. Do you know that one time I had stone soup with onions and carrots? No! Yes, I showed the wish that I had some carrots and onions to treat these kind villagers to such a tasty soup. I have some carrots and onions. They're about to go bad anyway. You know, I have one or two extra potatoes. They were spreading. Delicious stone soup.
الثلاث ضربات هدول نقدر نميزهم بالسمع، وبكون في عندنا 3 كوارتر نوتس، هي بنحكي لها كوارتر نوتس، بكون في عندنا 3 منها جوا البار، فاحنا بنقدر يعني صاروا الاولاد عارفين انه احنا بنقدر نميزهم كمان بالسمع. اول اغنيه رح نسمعها هي 3 4، بعدها رح نسمع 4 4 ونشوف وين الفرق. السيمبل هلا اللي راح نغني له اللي هو التربل كلاف زي لفتي ثنايا،
تريبل كليف في عنا تو كليفز أساسيين بالموسيقى اللي هن تريبل كليف وبيس كليف. البيس كليف بيكون بالعادة للنو نوت زي كيف البيانو بتكون النوتات بالبيس هي لو نوت والهاي نوت بتكون التريبل كليف. فالتريبل كليف كمان بيساعدنا نقرأ النوت نميزهم كمان من خلال الأسطر الموجودة على الستاف نقدر نميز احنا النوتات ايش اسمائهم. فهي هذا هو التريبل كليف. هلا نغني عليها اكسنت. اشاره الاكسنت هي هاي الاشاره زي اشاره الاكبر بالرياضيه. نتمنى تعجبكم. No playing, no yelling, no loud noises, no fun.
And the most important rule of all, no sharing! Well, you know what that means. It's 6 p.m. Everyone, to your houses. Thank you.
It's red here. It's so delicious. Mm. It's so delicious. It's fit for the government. It's fit for the king. It's hard. Anna? It's hard to believe. It's hard to believe it was made of stones. Thank you. Thank you, kind travelers, for making us stone soup. Such a delicious soup. As governor, I now proclaim stone soup as our village so shy, so special. Hooray! Hooray! You see, a little sharing goes a long way. And a few extra ingredients are good. And it truly is good until the very last drop. So the villagers of Glean learned that sharing is caring. And that helping others is one of the most important things. The villagers of Glean have changed their ways and made some new rules for the village. Rule number one, welcome your friends to your home at any time of the day. Rule number two, have fun. Rule number three, loud noises are acceptable if they are laughing and snorting of a delicious stone soup. And the most important rule of all, share with others every single other day. We hope that you will come back to our village again soon and maybe next time. Well, making some stone soup. Goodbye. برحب فيكم بأولادنا، كثير فخورين فيهم سواء كان ميوزك أو دراما. راح نقدم أول شيء عرض الميوزك، بتقدروا كمان تاخذوهم بعد العرض مباشرة تروحوهم معاكم، في كمان ضيافة راح يكون برا. راح نبلش عرض الميوزك معانا الأولاد. اليوم راح نشرح في معنى الموضوع تبع الميوزك، اليوم شوي مختلف، موسيقي أكثر. تعرفنا بأولاد الفصل ركزنا أكثر إشي على إشي اسمه التايم سيجنتشر، هو دليل الزمن. دليل الزمن في عنا نوعين من دليل الزمن تعرفنا عليهم، اللي هو 3 over 4 تعرفنا على 3 over 4 وال 4 over 4. 3 over 4 هو الميزان الثلاثي، الميزان الثلاثي اللي بدلنا على ثلاث ضربات أساسية جوا البار، وال 4 over 4 هو الميزان الرباعي بدلنا على أربع ضربات جوا، بضل بيتكرروا ببدل معين. هلا هو عندنا 3 over 4، 1 2 3 وال 4 بالثورة. راح نشوف هلا الأغاني، راح نغني على كل غنية على كل مصطلح وراح نشرح أكثر، راح تشوفوا. نتمنى نستمتعوا معنا. Thank you.
Bravo. هاي كانت اغنيتي 3 4 ميتر اللي بتدل على ثلاث ضربات اساسيه بالبار. هلا رح نتعرف على اغنيه 4 4 بكون عندنا 4 4 تربيت. اوكي زي ما شفنا هلا صار عندنا 4 4 تربيت بالبار وهي بتدلنا على انه بكون عندنا اربع ضربات رح يعزفوهم الاولاد رح تشوفوا كيف الاحساس تبعهم. Thank you.
بليز نحافظ على الصوت. 3 الأغنية بعد تكون عن الهاي واللو نوت، تعلمنا فيها عن هاي نوت واللو نوت، هي قصيرة بس راح يشرحوا لكم الأولاد من الستيكس كيف لما النوت تكون هاي بيتش أصلا أو لو بيتش تكون واطية. فأنا راح هي الاكسنت كمان بتساعدنا نعرف نميز ال 3 4 متر وال 4 4 متر بالبالس اللي عم بيكون، سواء بال 3 4 عم بيكون على الضرب الاولى فبكون على 1 2 3 1 2 3، فاحنا بنعطي زي ثقل او بالس زياده على الضرب الاولى، فهو بخلينا نعرف انه هذا الميزان ثلاثي، واذا كان رباعي عم بيكون على الضرب الاولى والثالثه، فعم نقدر نحسه بالبالس وين عم بتكون الاكسنت. اشاره الاكسنت هي زي هي اشاره الاكبر بالرياضيات، وبمنيتها كثير حلوه والاولاد كلهم كثير متحمسين بالعدل عليها. جاهزين؟ Greetings, villagers. We are
Greetings, villagers. We understand that you don't have any food for 5 strangers, but does any of you have a pot that you can lend us because we can make a stone soup? Stone soup? I've never heard of stone soup before, and I don't know everything. What's that soup? If you lend us a pot, we will share this special recipe from our kingdom. It's our king's favorite soup! Oh, yes. Not over yet. It's delicious. I want some. We want soup. We want soup. We want soup. Children, stop. You're in violation of rule number 3. No yelling. This entire meeting is in violation of rule number 1. Everyone, to your houses. It's after 6 p.m. I can taste, to your beds. I can taste that delicious stone soup now. All you need is the perfect stone. Look, I found it. Smell the flavor. This one will be the fanciest soup yet. Oh, it's a soup bottle. I could really use this for some of the snacks. Here, you can borrow my cooking pot. No. If I get the first bowl. Huzzah! Something is missing. Salt and pepper. Here. Thank you so much for your kindness. And that helping others is one of the most important.
forgot snacking on the delicious stone soup. And most importantly, share something with others every single day. We hope that you will come back to our village again soon, and maybe next time we will make you some stone soup. Goodbye.